مجددا يحط معرض الكتاب رحله في ولاية القصرين على مدى شهر كامل. تم خلاله عرض مجموعة من الكتب والقصص وذلك تحت شعار القصرين تقرأ. معرض الكتاب بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بولاية القصرين ينظم المركز التونسي للكتاب معرض القصرين تحت شعار القصرين تقرأ. المعرض يضم أكثر من 32 دار نشر تونسية وعربية وأجنبية، ضمنهم 18 دار نشر تونسية. الدعوة موجهة للجميع، لكل مواطنين القصرين، وحبينا نعمل التظاهرة دي بالتوازي مع معرض الدولي بالكرم. من ارتادوا هذا المعرض أجمعوا أغلبهم أنه جاء بحلة قديمة ولم تنل رضاءهم باعتبار أن جل الكتب مستعملة والعديد من النسخ والعناوين غير موجودة. والله المعرض هذا كل سنة ويقدم عروض جديدة، جاء تو كنت نغزل الكراسي هذا يعني انتاج جديد معناه مطلوب برشا، ثم اقبال برشا اقبال عليه، وان شاء الله ديما تكون تزورونا يعني بشكل مكثف اكثر. نفس العناوين مشى لنا عام الاول ولت عام الاول وعناوين متكرره، دخلت يمكن عناوين جديده في تقديري، مثلا للسيد عائد القرني، للدكتور عائد القرني، بعد كتب كيف السيد محمد حسين كان له زوج عناوين، نكتب الأطفال يمكن هي اللي أخذت حظ أكثر، يمكن معناها جانب الكبير زاد كتب الموازية وذا ما يعطي للمعرض معناها صبغة تجارية أكثر. ثم الكتب الدينية زاد متغلغلة كالعادة، اللي دور طبع معناها من خليج ومن شرق، وهذه معناها هذه الظاهر اللي التونس كل يعرفوها معناها بعد الثورة من معرض الوطني للكتاب، وفي كل المعارض اللي تدور في البلاد نقول عناوين للفكر السلفي ولا الفكر الجهادي، وكلها معناها اليوم هي اللي اصبحت الكتب الرائجه اكثر واللي تحصل مبيعات اكثر، ويبدو اني معناها حتى شراءاتها هي شراءات معناها مبرمجه، معناها تلقي عنوان غدو حي ترجع ما تلقيش بقدره قادر يتباع اكثر من نسخه في زمن قياسي. التنشيط هاكم تسمعوا ديجا له علاقه معناها للموسيقى بالحدث. هذا ما نجم نقول لك. كيف معرض معناها قيم، يعني معرض قيم، والمشكلة معناها في بعض المؤلفات معناتها فيها نسخ قديمة ونسخ معناها جديد. لا بريسك معناها نفس معناها لي كوليكسيون اللي جو قبل في المعارض الكل، فماش معناها حاجة جديدة، معناها ما فماش انوفاسيون. التجديد الوحيد ثم كيلك رومون معناها بالانجلي الكوليكسيون تاع دار البحار هذه. بورتون معناها قلت لك معناها ثم تجديد، مي نحكي الكل انه الفكره تحسها تسويقيه اكثر منها، معناها يسوقوا في ديشي معناها نتاع كتب، فهمتني؟ الديشي نتاع لونيفير دي ليفر نتاع الكاتب نتاع الباساج يجيبونا يبيعونا فيه لهنا. والله نحن نسوقوا باش نشوفوا المعرض هذا، لكن السنه بصراحه المعرض صغير برشا، ما حققش الامكانيات، يعني ناقص برشا. يعني مثلا الكتب ثم يعني نوع معين، احنا نلوجوا على بعض الموسوعات، بعض الدراسات، بعض ما يتمشيش مع حجم مدينه القصرين بصراحه. علينا حلو، في برشا حاجات، في برشا حاجات اللي يحب باش يلوج على حاجه يلقاها، فهمت؟ قصص نتاع الصغار، فهمت؟ هاني توا مازلت الحق باش نشوف، فهمت؟ حاجة حلوة، حاجة هكا في القصير حاجة حلوة. معرض الكتاب لهذه السنة لم ينل رضا مرتادوه، خاصة وأن أغلب النسخ والكتب قديمة، كما أنه تم التركيز على قصص الأطفال والألعاب لا غير.